دلالات كثيرة في هذه المناسبة هي دلالات ذات أرث إسلامي وتاريخي وأيضا معنوي، وبالتالي اليوم الدولة العراقية بحاجة إلى تنمية مجتمعية، وقد تكون هذه المناسبة هو ليس فقط لإعادة الذكرى الغدير المبارك، بقدر ما أنه نحتاج إلى عملية تنموية مجتمعية، وبالتالي هذه العناوين تعيد لنا إعادة بناء المجتمع العراقي. طبعا من حق الشعوب أنه تحتفي بالذكرى الخاصة بها، واللي تشكل فد مفصل مهم بالنسبة لحياتها سواء السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، فهاي ذكرى احنا بالنسبة لنا ذكرى مهمة ومؤثرة، واحنا مع هذا القرار أنه يكون يوم الغدير إلى فد تشريع خاص بالنسبة لنا. إقرار هذه العطلة أنا أعتقد هو مطلب جماهيري كبير ومطلب مشروع لهذه الجماهير، وعطلة اليوم الواحد بالتالي لن تضر أو يعني تثقل كاهل الدولة، هي عطلة رسمية بسيطة حتى تمارس هذه الطائفة أو المسلمين بصورة عامة يعني طقوسهم المحببة في الزيارة وفي الدعاء وفي القراءة القرآن وأيضا الاعتراف وتجديد الولاء. أهلا بكم. قبل 8 أعوام انطلقت دعوة الشيخ الهمام وحطت رحالها اليوم في البرلمان. يوم الغدير عيدا وطنيا وعطلة رسمية في عموم العراق، إعلان سيطرق مسامعنا سواء في جلسة اليوم أو الغد، فتثبيت الحق أولى من قطع الموعد. أما من اغتاظ أو اعترض أو ترك كلمة هنا أو تصريحا هناك، فليرجع للمصادر التاريخية ويمعن النظر بالروايات ويركز في طيات الصحف، علّه يجد مصدرا ينصف رأيه أو يعيد له رشده. فولاية علي غير قابلة للنقاش في تشريعات السماء قبل قوانين الأرض، فهل هذا المعلوم مفهوم؟ أم أن الجهل أكل العقول؟ وفي الحالتين توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. أهلا بكم. أجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. محور حديث ملفنا الأول راح يكون حول قانون عيد الغدير مع الباحث في الشأن الإسلامي الشيخ الدكتور حيدر التميمي. سماحة الشيخ مرحبا بحضرتك. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا جنابك. سماحة الشيخ، في بلد ذو أغلبية شيعية، ما الذي يمنع أن يكون يوم الغدير عيدا وطنيا يحتفل به العراقيون ويكون عطلة رسمية لهذا البلد؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بداية ننظر إلى يوم الغدير الذي أراده الله سبحانه وتعالى وشرعه، باعتبار أن اليوم المسلمين جميعا دستورهم القرآن. القرآن الكريم صرح بهذا العيد طبعا تصريحا واضحا، يا أيها الرسول، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، نزلت في هذا اليوم. إذن هذا اليوم مشرع أولا من قبل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس فقط إله أو رب للمسلمين بل هو رب العالمين. إذن لابد الشيء الذي يشرعه الله سبحانه وتعالى لا يختزل على دين معين أو طائفة معينة أو
بلد معين. اليوم وإن كنا في هذا البلد الكثير من الديانات والطوائف والقوميات والأعراق، لكن نحن نعتقد بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو ليس شيعيا وليس سنيا وليس مسيحيا، إنما هو لكل الإنسانية. نعم. لأنه نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول الله سبحانه وتعالى بحقه بابعث، يعني بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للمسلمين. يعني أنت يا رسول الله مو فقط للمسلمين. كذلك أمير المؤمنين الذي هو نفسه رسول الله لا يختص بالمسلمين ولا بالشيعة ولا بغيرهم، إذا لابد على جميع العالم من يعبدون الله، لأن الله شرع هذا القانون. هسه كثير من المخلوقات من البشر لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، خذوا ذولا ما أن كلام وياهم، بس كل من يعبد الله يجب أن يأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى، وهو أن يشرع هذا اليوم. طبعا بالمناسبة قضية يوم الغدير قضية جدا خاصة. نعم. ليش؟ لأن أهل البيت عليهم السلام صرحوا بهذا الأمر كثيرا، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين والإمام الحسن، وإلى أن وصلت النوبة إلى الإمام الصادق وهو صاحب المدرسة الكبرى وصاحب الروايات الكثيرة الذي يروي عن آبائه وأجداده سلام الله تعالى عليهم أجمعين. يقول عيد الله الأكبر، يعني الإمام الصادق يقول هذا العيد إحنا كمسلمين مو فقط كأهل البيت، من أهم أعياد المسلمين، عندنا أفضل من عيد الغدير، عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا العيد أهم عندنا. إذن ليش يا ابن رسول الله يقول لخطورة هذا الموضوع، لخطورة هذا الموقف؟ لأن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب النبي يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني الحديث بلطف. طه ما يعني على كيفك ويا نفسك يا رسول الله، أنت تعبت نفسك وجاهدت بالغت بالرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني خاطب لكن لما نجي إلى واقعة يوم الغدير شي يجي الخطاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بعد وإذا ما بلغت فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني أشبه بالتهديد. نعم. يعني إذا ما بلغت الولاية لأمير المؤمنين كأنما أتعابك كلها تروح أدراج الرياح، فأنت يا رسول الله لابد أن تهيئ الأمة وتنظم الأمة على أن يتبعوا أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الأمر الله نحن نعتقد وغيرنا أيضا يعتقد أن رسول الله لا ينطق عن الهوى. جيد سمحت الشيخ، إذا تسمح لي قاطعك، أن أغلب مدوني التاريخ الإسلامي هم من السنة واعترفوا بشكل بآخر بولاية علي ابن أبي طالب. جيد، لماذا نرى اليوم بعض الأصوات النشاز هنا وهناك الذي تعترض على أن يكون عيد الغدير الأغر عيدا وطنيا يحتفل به العراقيون؟ أستاذ الطامة الكبرى أنه أسمع بعض التصريحات من بعض المسؤولين يعني السياسيين المحللين النواب غيرهم من الشيعة اللي اعترضوا على، طبعا تدري هذا اللي خلي أقولها بالعامية القوانين اللي نسمعها دائما، تعطيل المصالح وتعطيل المدري شنو. يعني أسأل بالله جميع المشاهدين، إيش قد عندنا عطل على مدار السنة في قضايا إحنا مثلا بأصغر مطرة، إحنا نقول إحنا مسلمين، إحنا مسلمين بلد بغالبية مسلمة، وإن كان عندنا طوائف كلهم محترمين الأقليات، أقول أنا ليش أعطل مثلا بعيد المسيح؟ ما أعطل. ليش عطلة بيوم رأس السنة الميلادية؟ ليش عطلة بالنوروز؟ ليش عطلة؟ يعني العطل كثيرة وما إلها أهمية، وأكو أعياد ومناسبات طلعت ما أصلاً ما إلها كل وجود. هذا العيد عيد إلهي، الله شرعه، مو شرعه ولا حتى النبي شرعه، الله سبحانه وتعالى أمر به بالقرآن، فلا بد أن يحتفل به المسلمين. هذا جنابك تعرف أكو شيء اسمه آثار، مرة أكو تاريخ ومرة أكو آثار. التاريخ يكتب، نعم، نقرأ بالتاريخ عن فلان الحاكم وفلان القائد وإلى آخره، بس مرة أشوف آثار. يعني إحنا اليوم في هذا البلد مو نقرأ عن السومريين، لا، نشوف آثار، الآثار تبقى لا تزول. هذا إذا شرع وأصبح عطلة، نعم، إحنا اليوم المجتمع الإسلامي مع شديد الأسف جاي يأخذ اتجاهات أخرى. نريد هذه المناسبات خلينا نعطل لنا يوم بالسنة، لكن باكر الأجيال وأكو في غير دول أخرى ما تعرف شنو معنى هذا اليوم، خلينا نوصل هذه الثقافة السؤال
اليوم عطلة ليش؟ بالابتدائية من راح ينطونا عطلة راح يسأل ليش لو ما يسأل؟ اللي بالمتوسطة نعم. يسأل، وأكو حتى بالكلية ما يعرف صح لو لا، فيسأل شنو مناسبة العطلة؟ الغدير راح شو يسوي؟ راح يبحث ايش صار بالغدير، مثل ما يبحث ايش صار بعاشوراء وصار في فلان يوم وهاي الأيام اللي نحتفل بها، راح يبدي يسأل ليش يوم الغدير عطلة؟ شنو المناسبة؟ حتى نحيي أو نحفز أنه هاي الناس تعرف شنو معنى، لأن ترى واقعة الغدير مو واقعة سهل. أنا بنظري كمتخصص بهذا الشأن يعني أقول إنها أهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله هو هذا اليوم. جيد، اليوم إذا نسأل على موقف الرافضين لتشريع هذا القانون والاعتراف به كعيد وطني، هل يسبب هذا الموضوع تحسسا لجهة معينة أم أن هناك أمور أخرى أو غايات أخرى تدعوهم إلى التصريح والنشر والرفض بهذا الشكل؟ والله أنا مع شديد الأسف اليوم المشرعين أو اللي بالمؤسسة التشريعية يعني مرة منهم من يعمل بالخالف تعرف، ومرة من الذي يمسك العصا من الوسط، مع العلم أنه نفس هؤلاء لما إجوا إلى السلطة قبل 20 سنة من إجوا إلى السلطة كانوا وين يتعكزون؟ على أمير المؤمنين عليه السلام، نحن شيعة علي وإحنا الأغلبية، مو صحيح لو هذا كان الخطاب اللي نسمعه، إحنا الأغلبية وإحنا اللي نازم نحكم وإلى آخره، كان اليوم وين صارت الأغلبية؟ أنا جاء أشرع لك قانون وأنت تقول أنا أنتمي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني هسه أصبحت كل الدولة راح تتعطل، يعني هسه هذا هسه اليوم مطرت شوية بعد شوية تفيض الشوارع، هي باكر أصلا عطلة، يجوز بعد عقب باكر هم ينطون عطلة صح لو لا؟ صارت عندنا مطرة خفيفة ننطي عطلة، مناسبة خفيفة، هسه خلنا ننطي هاي العطلة حتى تتوارثها الأجيال حتى نوصل الفكرة. بس قلت لك قضية السياسيين إيش أوصفها مثل قضية الإمام الحسين عليه السلام. قضية الإمام الحسين لما إجى وبرز إلى أرض المعركة باختصار قلهم رسول الله أوصاكم بالثقلين، كتاب الله وعترته، أنا عترته وهذا كتابه، إذن لما تقاتلونني أو لما تقتلونني؟ شو يقولوا له؟ يقولوا له نعرفك ولكن نقاتلك بغضا بأبيك، بغضا بأبيك. هسه ذولا بني أمية ويقولون للإمام الحسين عليه السلام بغضا بأبيك. اليوم اللي طلب هذا الموضوع واللي راد يشرع هذا الموضوع، ما دام فلان طلب أنا عارض، وجنابك تعرف والمشاهدين كلهم يعرفون أنه هذا الأمر، وإن كان شيعي وإن كان علي بن أبي طالب، أحسن جزاك الله خير، وإن كان علي بن أبي طالب، بس ما دام يخالفني بالرأي ما، وإن كان هذا القرار اللي أنا بقرارة نفسي فرحان، قرارة نفسي فرحان أن يكون يوم الغدير عطلة، بس ما دام فلان قال ما أريد يصير عطلة، أريد يصير من خلالي. نفس المعترضين يحتفلون برأس السنة الميلادية، هم نفسهم يحتفلون وأنواع الاحتفالات. طيب في بلد أغلبيته شيعية اليوم، أليس من حقهم أن يكون عيد أمير المؤمنين، يعني يوم تنصيب أمير المؤمنين، عيدا وطنيا يحتفل به العراقيون؟ لابد أن يكون عيدا وطنيا، ولابد أن تعمم هذه العطلة أو هذه الاحتفالية حتى على الدول الأخرى. احنا نريد نوصل ثقافة، احنا اليوم يعني حقيقة اقولها على مضض، يعني هو انا اعتذر ليش ما يعترض على الكريسماس وشوفه هو يحتفل ويعترض على عيد الغدير؟ يعني باكر امير المؤمنين عليه السلام ذولا لما يقفون، ترى باكر يعني اوصل لكم فكرة انتم المعترضين، ترى باكر تموتون راح تقف امام امير المؤمنين عليه السلام، خلي بالك يا مال، لا تنظر بس للجانب السياسي وانا راح احصل مكسب سياسي او احصل، كلها زائلة. توقف قدام أمير المؤمنين، شلون راح يصير موقفك أمام أمير المؤمنين وأنت جاي تعترض على إحياء ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، واللي أنت صعدت إلى منصبك؟ اللي إحنا أقول لك من يقولون أنتم أغلبية شيعية، يعني شنو أغلبية شيعية؟ تنتمون إلى علي، إحنا لو ما علي إحنا لا شيء، إحنا لو لا علي إحنا لا شيء، إحنا هويتنا انتمائنا كياننا احترامنا تقديرنا بين الناس إنه إحنا ننتمي لعلي لا أكثر ولا أقل. إذن إحنا لابد أن نوصل الفكرة للناس إنه إحنا ننتمي إلى علي قلبا ولسانا، مو فقط بالمغانم والمكاسب لما تصير الأغلبية الشيعية أروح أنا بالقوائم اللي بيها أغلبية شيعية حتى أخذ مقاعد وبعدين أروح أقعد ببيتي واسكت، مو صحيح هذا. اليوم أمير المؤمنين عليه السلام هو الرمز الأول في الإسلام مو في الشيعة فقط، بعده رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصبه
أول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بس اليوم المعترضين سواء كانوا من الشيعة أو من غير الشيعة، حتى من غير الشيعة لما يعترض ويقول هذا ما يخصنا هذا حقيقة واهم، يعني اللي يقول أنا لا أنتمي لعلي هو واهم. أنت ما دامك مسلم، ما دامك تؤمن بالقرآن وتؤمن برسول الله، إذن لابد أن تؤمن بأمير المؤمنين عليه السلام، لأن أمير المؤمنين مو إجا طارئ، مو إجا بانتخابات، مو إجا رشحوا زعماء القبائل. إن كنت تؤمن أهلا وسهلا، وإذا ما تؤمن كرم نفسكتك يا أخي. جزاك الله خير. كثير من الاحتفالات اللي أنتم تسوونها أعياد وطنية ومناسبات وطنية وإلى آخره، إحنا ساكتين. ليش؟ نقول نراعي مسألة الأقليات، مو صحيح لولا؟ جاهزة يعني الأغلبية يراعون الأقلية، بس الأقلية شنو؟ ما يراعون الأغلبية. هاي ترى مفارقة، القضية مفارقة. يعني أنا برأيي أنه هذا الموضوع، هذا الموضوع يراد له يشرع، يعني أصلا يراد له فالشخص ما يأخذ أصلا رأي واحد، ما يراد واحد يأخذ رأي واحد، خلاص عطله وانتهى الموضوع. يشرع القانون، يشرع. أنا أسأل جد عندك شيء تشريع هذا القانون الواحد. يعني هل يشكل جرح لجهة معينة، إساءة لجهة معينة حتى يتم تهجم عليها بهذا الطريقة؟ لا، يشكل مكسب لجهة معينة، يشكل مكسب لجهة معينة، وإحنا مدام هاي الجهة المعينة راح تحصل مكسب، إذا إحنا ما نريده، وإن كان لعلي، وإن كان لعلي، بس مدام هاي وجنابك تعرف ترى إحنا عشنا هاي 20 سنة وشفنا المفارقات اللي صارت بيها. يعني يجي واحد يقول خلينا نشرع مثلا توزيع قطع اراضي، هسه قطع اراضي خو ما راح ياخذها بجيبه، راح يوزعها ما دام الجهه الفلانيه والكتله الفلانيه طالبت احنا ما نوافق. خو احنا اليوم لابد ان نكون اغلبيه شيعيه لولا مجلس النواب. ايش قد عدد مجلس النواب؟ يطلع 2 او اكثر من 2 شيعة. اذا اي قرار يصب في مصلحه مذهب اهل البيت لازم يشرع بدون قيد وشرط، مو صحيح لولا؟ إذا كنا إحنا فعلا نقول إحنا شيعة وننتمي إلى أمير المؤمنين، بس إحنا خلينا نكون واضحين ونسمي الأسماء بمسمياتها. اليوم مو الشيعة، أقصد المواطن الشيعي، لا أقصد المشرع الشيعي. المشرع الشيعي اليوم ينظر إلى كتلته، إذا كتلته طالبت بشي وافق عليه، إذا غير كتلته طالبت بشي كائنا من كان ما أوافق عليه. ممكن اليوم البعض سمعت الشيخ يقول هسه جعل هذا اليوم عطلة، شنو تأثر العطلة؟ أنا أريد أسأل جنابك عن مفهوم هذا التأثير الاجتماعي، تأثير الفكري، تأثير النفسي، الأبعاد لو جعل هذا اليوم عيدا وطنيا وعطلة رسمية في العراق. مولانا جنابك فضلت بداية الحديث السؤال، يعني قلت لك السؤال اليوم، يعني مثلا جنابك سافرت إلى دولة معينة، أي دولة من الدول تسمع يقولون هذا اليوم عطلة، تسأل شنو المناسبة لو لا؟ طبعا راح تسأل شنو المناسبة انطيته عطلة؟ راح يقولوا لك مثلا تحررت فلان مدينة، صار عندنا فلان قائد مات، كذا، اكو فد حادثة صارت في هذا اليوم. اليوم احنا بلد يجونا زوار من كافة بلدان العالم، عندنا مواقع تواصل اليوم توصل إلى كل العالم، وما شاء الله احنا الصور تغلبنا على الدول العربية بالسوشيال ميديا وغيره. فاليوم لما ننشر عطلة هذا اللي بصفي اللي هو اكو دول عربية مجاورة اللي تحتفل بيوم العاشر محرم، اكو لو ماكو يحتفلون بيوم العاشر، يحتفلون، تغيرت ثقافتهم. تدري ليش تغيرت؟ لو انا شفتهم تغيرت من السوشيال ميديا والنشر مال العراق، قالوا ها شنو احنا متوهمين، احنا كنا عبانا يوم العاشر اكو احتفال بي، وعدنا اكو حلاوه خاصه نوزعها، بشون احنا نوزع قيمه؟ هم يوزعون فت حلاوه خاصه ويحتفلون بهذا اليوم. ليش؟ لان هذا اليوم بي انتصر المسلمين على الخوارج ومحتفلين بهذا اليوم، تغيرت فكرتهم. يعني اذا شرع هذا القانون وباكر عطلوا العراقيين وبدت المنشورات وتقول صارت عطله وتقول تنصيب وتقول كذا، راح يصل الى الدول العربيه؟ لو ما يصل مو باكر احنا مطالبين، يعني امير المؤمنين عليه السلام، العلماء اللي سبقونا قبل 100 و200 سنه وصلونا هذا العلم بشق الأنفس، يعني باشر إحنا محاسبين أمام الله. يقول عندكم فضائيات وعندكم سوشيال ميديا وعندكم كذا وعندكم كذا، ما قدرتوا توصلون الفكرة؟ يعني رسول الله وصلها، رفع عيد علي بن أبي طالب بقت خالدة إلى هذا اليوم. خو رسول الله لا عنده فضائية مثل أنا وياك هسه قاعدين نسولف، ولا عنده موبايل بجيبه وينشر، مو صحيح لولا؟ أمام الملأ، يعني إذا ايش قد أكو تعب بالقضية حتى وصلت لنا. أيضا نحتاج اليوم إلى موقف قوي خاصة من ممثلين
الشيعة داخل مجلس النواب. إذا تذكر سمعت شيء قبل سنة أو سنتين تم الحديث عن تمثال في العاصمة بغداد وقامت الدنيا ولم تقعد إذا تم المساس بهذا التمثال. طيب ما موقف الشيعة اليوم من رغم التهجم على جعل هذا اليوم بالوطن؟ أتذكر في يوم سووا أرادوا يحضرون استيراد الخمور داخل مجلس النواب الطامة الكبرى أرادوا يحضرون الخمور وافقوا كذا. قام نائب شيعي ينتمي إلى جهة إسلامية قال أنا ضد هذا الموضوع. ليش؟ أنت إسلامي وكذا وشي. قال العراق بأقليات بأقليات والبعض الأقليات دينهم سامح لهم بهذا الموضوع، هسه احنا ديننا ما يسمح لنا، ذولا ديننا سامح لعده مو محرم. قام لنائب مسيحي اسمه يوناد مكنة تعرفونه جنابكم كلهم، قام لو موجود على اليوتيوب قال له اذا محلات الخمور تعتمد على الاقليات لاعلنت افلاسها من زمان. منين قال احنا الاقليات؟ تطلع هسه بالشارع انا وياك دخل نروح لهاي النوادي ونروح للمشارب ولا خلنا نحكيها بالقلم العربي. تلقى مسيحي تطلع هسه افتر لي هاي النوادي جزء مسيحي جزء بس اللي يبيع مو ما تلقى مسيحي دروح الصالات القمار تلقى مسيحي دروح الدول اللي يبيعون خمر تلقى مسيحي ما يجي المسيحي الاقليات ناس قاعدين ببيوتهم وساكتين. فانا من جاي اشرع القانون اذا انت تقوم تعترض لي والمسيحي خالفك بالراي انا شلون اثق بك بعد؟ تقول لي اراعي مساله الاقليات شنو تراعي مساله الاقليات؟ انا عندي محرم شنو راعي مساله الاقليات؟ خوب كان هم رسول الله راعى مساله الاقليات مو كانوا يم يهود؟ خوب هم كان يراعي. يقول لا انا ما جامل هاي القضيه ترى رسول الله حدي رسول الله حدي. يعني اليوم لما اجى جمع قريش من اجى بالنبوه صفات القائد من صفات القائد شنو يبدي بمرحله وراسا ينتقل للمرحله اللي بعدها ما يظل يناقش بها القضيه. قالهم انتم شو تسموني؟ قالوا نسميك الصادق الامين. قالهم هذا الجبل شنو وراه؟ قالوا وراه صحراء. قالهم اذا قلت لكم ورا الجبل هذا اكو نهر صدقوني؟ قالوا لا نصدقك اذا انت صادق الامين احنا نصدقك. قالهم انا نبي. قالوا انت كذاب. ايش قال لهم؟ ما ناقش الكلمه انت كذاب وردها عليهم لا لا من يصير خليفتي؟ انتهى هذا الموضوع انتهى. انا بعد لا تناقشوني بي من يصير خليفتي؟ قام علي بن ابي طالب قال انا صار. صفات قياده ما عندنا اليوم نحتاج واحد يوقف في مجلس النواب يمثل المكون الشيعي كله. انت اليوم اذا خصوصا بالقضيه اللي تمس العقيده الشيعيه كلنا نتفق مع احترام الطوائف الاخرى الاقليات لكن اليوم ما بالك باحترام عقيده الاغلبيه داخل العراق؟ مو هي هلا اشوف هي المشكله وين؟ المشكله اليوم لما اكو فد انسان مسؤول المسؤول لازم يراعي الكل بس ما حد يراعي. خلي بالك شوي يم هذا الموضوع. يعني انا جنابك وزير مثل الاب في الاسره احسنت وزير الوزير لابد ان يراعي الموظف ولابد ان يراعي الكاتب ويراعي المدير ويراعي الكذا ويراعي بس ترى الوزير ما يصير عنده مشاكل بالضبط. من يراعي؟ ما حد يراعي. ليش؟ لان ينظروا له هو صاحب السطوه هو الحاكم علينا هو يدارينا كلنا بس احنا ما لنا علاقه به. مو هيك المفهوم لولا؟ نفس القضيه عندنا. انت ما دام اغلبيه تحملني انا اظل انت تراعيني وانا ما راعيك. شيخنا بس الوزير اذا ما يفرض شخصيته يصير وزير ضعيف. مو جاي اقول اني احنا يرادلنا في مجلس النواب يطلع واحد عندنا خاف اقول حكايه يصير شوي صعبه على المشاهد على المستمع ما ادري يراد واحد يوقف شيعي يمثل المكون الشيعي باكمله وخصوصا في القضايا اللي تمس العقيده مثل هاي. هسه انا ما لي علاقه بتشريع غير قوانين، اكو قوانين خاصه قوانين وضعيه يغيرون فقره بالدستور يغير هذا مو ضروري عندنا، بس اذا القضيه مست العقيده لابد ان يتصدى واحد ويقول لهم احنا شيعه كلنا كلمه واحده في مثل هذه القضيه تمس العقيده. في قضيه مثلا عاشوراء مثلا راد يصير باكر بها تغيير يصير عطله رادوا يبنوا لهم شارع رادوا كذا صدر. انا اتذكر مره لما رادوا يبنون طريق يا حسين ما اخذ راي اي واحد. نعم رغم مر بعده محافظات محافظين ما اخذ رايهم
بنا وانتهى الموضوع. قال ما هي قضيه الحسين انت ما ناقشك بيها، روح ارفع عليه دعاوي شو تسوي سوي. نعم. فيراد انه هيك واحد يكون متصدي والقضيه اللي تمس العقيده يتصدى لها واحد يقول انا بالقضايا العقائديه احنا ايد واحده، عود نختلف في الباقيه بالسياسيه. احسنتم. الباحث في الشان الاسلامي الشيخ الدكتور حيدر التميمي اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك جناب. سأل الله ان يوفقكم ويعيد عليكم هذه المناسبه ان شاء الله بالخير والبركات والتوفيق والعطله ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. إذن ختام ملفنا الأول وننتقل إلى الملف الثاني، لكن بعدما نتابع أبرز ما جاء في منصة إكس حول قانون عيد الغدير. إذن ملفنا الثاني لحلقة هذا اليوم راح يكون حول تصريحات الخارجية الأمريكية باتهام الحوثيين بتقويض أمن المنطقة، ونفتتح وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي نتابع. خلال تواجده في الرياض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوجه أصابع الاتهام للحوثيين بتدمير المنطقة اقتصاديا بعد تهديداتها الأخيرة للولايات المتحدة بأنها لن تجد طريقا واحدا آمنا في المنطقة، فيما يرى مراقبون أن الاتهامات الأمريكية أصبحت لا قيمة لها. الحقيقة اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للحوثيين أو لغير الحوثيين بالحقيقة صار روتيني وكلاسيكي ولا قيمة له. كل من لا يسير في الفلك الأمريكي أو يدخل ضمن تحت المظلة الأمريكي فهو أمريكا تلصق به الكثير من الصفات ما تخص الأمن العالمي والسلم الدولي ومصالح الاقتصادية العالمية. خلال اجتماع وزراء خارجية الخليج، واشنطن تدعو من الرياض للتوحد لحماية الأمن المائي بعد سيطرة قوات الحوثيين على البحر الأحمر لمنع مرور السفن الأمريكية التي تدعم الصهاينة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي ضمن الدول المحظورة في مرور سفنها التجارية ضمن البحر العرب وكذلك البحر الأحمر. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكون تحالف ضد أبناء الشعب اليمني بعد أن شنت حرب، وكذلك دعم للكيان الصهيوني في ارتكاب حملته في الإبادة الجماعية. بعد أن أصبحت المصالح الأمريكية تحت مرمى قوات الحوثي في البحر الأحمر، الخارجية الأمريكية تتهم الحوثيين بتقويض أمن المنطقة وتدعو من الرياض حماية أمنها المائي. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن نناقش تفاصيل الملف الثاني مع ضيفي في الاستوديو عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. مرحبا بحضرتك أستاذ. حياكم الله. وسلام. ومن اليمن عبر سكايب الصحفي والناشط السياسي الأستاذ هيثم المتوكل. أستاذ هيثم مرحبا بجنابك. أهلا بك أستاذ مؤيد. أبدأ مع جنابك من عنوان الحلقة، من يقوض الأمن في المنطقة، أصحاب الأرض أم الدخلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدي الكريم وإلى ضيفكم العزيز من اليمن، اليمن المقاومة والصمود، وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام.
الازدواج الأمريكية واضحة جدا في المنطقة، هي من عبرت المحيطات وأتت من أجل أن تدعم إسرائيل، من أجل أن تسيطر على ثروات المنطقة، وبالتالي تدعم من تتهم من يعني يدافع عن أرضه ويدافع عن القضايا الأساسية للأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واتهم بهكذا اتهامات. أنا أنظر إلى هذه الكلام الذي تكلم به وزير الخارجية الأمريكية في السعودية من باب الفشل الأمريكي في ردع أنصار الله الحوثيين الذين قاموا بتحويل جبهة المقاومة إلى بعد آخر، إلى بعد المياه ولا حرب المياه والمحيطات، وبالتالي استطاعوا أن يشلوا معظم الحركة التجارية ليس فقط لإسرائيل إنما حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، باعتبار أن الموقع الجغرافي لليمن هو موقع جغرافي مهم مطل على يتحكم بمضيق باب المندب، مطل على خليج عدن، مطل على البحر الأحمر، كل هذه الجغرافيا استطاع أنصار الله أن يتحكموا بها وأن ينصروا القضية الفلسطينية. لذلك عملياتهم مستمرة رغم ما كان أسس يعني ما يسمى حرس الازدهار بقيادة أمريكا وبريطانيا، ورغم ما تمتلكهم القدرات بحرية وجوية هائلة جدا وأقمار صناعية، لكنها لم تستطع أن توقف العمليات لأنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر. يعني قبل أيام كانت هناك عملية نوعية، إسقاط طائرة أميكيونان ريفير التي تعتبر يعني أقوى طراز وأحدث طراز الطائرات المسيرة التي تقوم بالتجسس وتمتلك دقة عالية جدا ولا يمكن استهدافها إلا بمنظومات متطورة، استطاع أنصار الله أن يستهدفوها. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن اليوم الحلف الأمريكي الإسرائيلي بتراجع، أنصار الله ما زالوا ثابتين على موقفهم، وبالتالي يتحكموا بمضيق باب المندب ليس من أجل يعني عرقلة حركة التجارة العالمية، إنما من أجل فك الحصار عن قطاع غزة الذي هو اليوم من كان يتوقع أن المقاومة اليمنية ستؤثر هذا التأثير الكبير وتشل حتى الحركة التجارية للصهاينة وأتباعه؟ يعني واقع بلا مجاملة اليوم، يعني المقاومة طول يعني كل جبهات المقاومة هي محل فخر واعتزاز، لكن إن كنا نتكلم فبالدرجة الأولى هي والأولوية لأنصار الله اليمين، رغم إمكانيات القليلة، رغم البعض الآخر يتهمهم باتهامات غير حقيقية، لكن أمهم أولا استطاعوا أن يوقفوا ما كانوا يسمى بعاصمة عاصفة الحزم التي قادتها الإمارات والسعودية وغيرها، ولم تستطع أن يعني تقلل من شأنهم واستمرارهم في المقاومة. اليوم ومن خلال دخولهم إلى يعني بعد عملية طوفان الأقصى و207 يوم تقريبا على هذه بدء هذه العملية المباركة في قطاع غزة، الجانب اليمني يعني مستمر بنصرة الشعب الفلسطيني، وبيوم عن يوم يعني يستمر بهذه التهديدات، يستمر بإطلاق المسيرات الصواريخ البحرية وغيرها، ويفاجئ العالم وأمريكا وبريطانيا بشكل واضح. أنا أعتقد أيضا أنه هذه الاستجداء الدعم من الدول العربية من قبل الجانب الأمريكي هو دليل على فشل عسكري وفشل ميداني في مواجهة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر وفي خليج عدن. يعني هذا يعتبر أنه اليوم المعركة المائية هي كسبت وحسمت إلى أنصار الحوثيين، لأنهم كما قلنا لهم خبرة كبيرة جدا في جغرافية المنطقة، أيضا العقيدة التي ينطلقون منها هي عقيدة حقيقية وعقيدة راسخة تنطلق من مبدأ إنساني قبل أن يكون شرعي في دعم القضية الفلسطينية. أنا أعتقد أنه عودا على سؤالك، أنهم كل جبهات المقاومة اليوم هي تطورت بشكل لافت ومنذر، كنا نتكلم عن جبهة يعني حزب الله في اليمن، عن المقاومة العراقية، عن حتى المقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن تصمد 207 يوم ورغم الدعم الأمريكي والبريطاني والعديد من دول حلف الناتو إلى إسرائيل، لكنها لم تستطع أن تحقق أهدافها، واليوم أصبحت أمريكا في زاوية ضيقة إضافة إلى الكيان الغاصب. لذلك اليوم أنصار الله الحوثيين نقل المعركة إلى بعد استراتيجي آخر، إلى بعد يعني استغلال الموقع الجغرافي من أجل التأثير على العدو. أيضا اليوم كل الدول الأوروبية تدرك تماما أنه توقفت الحركة التجارية في هذه الممرات المائية التي تتحكم بها أنصار الله الحوثيين ويسيطرون عليها، سوف يكون هناك تأثير كبير جدا ليس فقط على إسرائيل وأمريكا، إنما على معظم الدول الأوروبية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية والمواد الغذائية، إنما سوق الطاقة وحركة مرور ناقلات الطاقة هي أيضا تمر من مضيق باب المندب ومن خليج عدن والبحر الأحمر. جيد أستاذ هيثم، رحب بحضرتك مرة أخرى. اليوم الحوثيون أثبتوا لأمريكا وحلفائها بأنهم قوة لا يستهان بها في المنطقة ولها تأثيرها الكبير على سير العمليات داخل الشرق الأوسط. طيب برأيك ما الذي أثار استياء أمريكا مؤخرا من اليمن؟ هل عمليات البحر الأحمر والخليج العربي هي التي أزعجتهم؟ تفضل. نعم أستاذي، أولا تحياتي لكم ولضيفكم العزيز.
في الحقيقة اليوم العمليات القوة المسلحة اليمنية هي بدأت بالتدريج تصاعدت ثم تصاعدت إلى أن وصلت اليد الطولة القوة المسلحة اليمنية إلى العمليات في المحيط الهندي وإدراج الصواريخ اليمنية إلى أم الرشراش التي وصلت وحققت أهدافها. هنا نتكلم عن أكثر من 2000 كيلومتر فاصلة بين المسافة التي تم ضرب الصواريخ منها. اليوم القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تصنع من الشيء شيء. نتكلم اليوم عن تسريبات عن صواريخ صوتية لا تمتلكها إلا القليل من الدول التي لها قوة عظمى في المنطقة. وبالتالي اليوم الأمريكي هو يدرك بأنه لا يستطيع أن يواجه القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، لأنه اليوم المواجهة بين سطح الأرض وبين البوارج في أرض البحر. لا تستطيع هذه البوارج أن تمتلك خط إمداد أو مساندة في وقت إذا كان هناك اشتباك مع القوات المسلحة اليمنية. عندما اليوم نتكلم عن القوات المسلحة اليمنية هي قوة متحركة، لم يستطع للطيران الأمريكي ولا عبر الطائرات الجوية أن يحقق أي هدف أو أن يضر تحتيه القوات المسلحة اليمنية. اليوم الأمريكي هو لم يتوقع هذه اللطمة التي ستأتيه، لأن هناك اليوم خروج اليمن الكبير لمناصرة ومساندة إخوانه في غزة، وأن هذا الموقف لا زال في التصاعد. اليوم قائد الثورة اليمنية سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يقول بأن العمليات لا زالت في التصاعد طالما العدوان على إخواننا في غزة. نرى اليوم أن القوات المسلحة اليمنية قامت بعملية مساندة لإخواننا في غزة، يظهر ذلك جليا عندما تحدثت الأمريكي إلى صنعاء بأنه يريدون الإفراج عن السفينة جالاكسي التي تم اكتيادها إلى السواحل اليمنية، وكان الرد واضحا من حكومة اليمن بأنه هذه السفينة لا يمكنهم الحديث إلا مع المقاومة الفلسطينية وهي بيد المقاومة الفلسطينية. جاي أستاذ هيثم، كيف تقرؤون زيارة بلينكين إلى المنطقة في هذا التوقيت؟ أخي الكريم، في الحقيقة اليوم السعودية هو نعرف من بعد عملية طوفان الأقصى كانت تحاول السعي وراء تسييس التضغير، وهي تريد التضغير مع الإسرائيلي، وكانت من مصلحتها أو كانت الرؤية لما يسمى بولي العهد لأنه يريد التضغير، وهو لا يعرف بأن اليوم محاولة المماطلة حتى مع القوات المسلحة اليمنية تأتي هذه الزيارة، لأنه في إطار أن اليوم كان هنالك تجارب يمني سعودي وكانت السعودية وافقت بشروط حكومة صنعاء، إلا أنه اليوم الأمريكي هو يريد أن يعطل سير هذه المفاوضات وأن يجعل السعودية تدخل ويدخل السعودية في حرب جديدة مع اليمن. اليوم اليمن التي استطاعت أن تصبر لمدة 9 سنوات ليست اليمن اليوم مثلما كانت اليمن في الأمس. اليوم اليمن تستطيع أن تقوم بضرب مناطق حساسة تحت المملكة العربية السعودية. اليمن لم تضرب حتى محطات التحلية، والجميع يعرف لو كان هناك ضربات من القوات المسلحة اليمنية بحق إلى المحطات التحلية داخل الأراضي السعودية لكان هنالك مجاعة ولم يصل الماء لكل السعوديين. لو نتكلم اليوم عندما قامت القوات المسلحة اليمنية بضرب منطقة بديك وضرب أرامكو، استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تشل نصف ما تقوم السعودية بتصديره من النفط، وبالتالي اليوم السعودية تتكلم عن رؤية اقتصادية بينما هي تريد وتذهب بالتضغير مع الكيان الغاصب، وهو ذلك أنا أعتقد بأنه قد يكون نهاية لما يسمى آل سعود وبداية ووصول المشروع اليمني الكبير إلى الأراضي السعودية. إذا تسمح لي أستاذ هيثم، إذا تسمح لي أعود لجنابك أستاذ مؤيد، اليوم بلينكين قاعد ويتكلم بأريحية مع وزراء خارجية الدول العربية، هل يعقل أنه اليوم لحد هذه اللحظة رغم التغيرات أنه نشوف اليوم مواقف الدول العربية تقف بالضد من اليمن حتى لو كان الطرف الثاني هم الصهاينة؟
يعني مواقف هذه الدول العربية هي ليست بغريبة وليست بمستجدة على الساحة، يعني الكيان الغاصب والدول الاستكبارية بشكل عام عملت على أن تكون على رأس الدول العربية المهمة، وأيضا الدول المحيطة بإسرائيل هي ذات حكومات أو شخصيات تابعة للمحور الأمريكي الإسرائيلي، تعمل على الحفاظ على أمن إسرائيل، على سلامة إسرائيل. ودليل على ذلك البيان الذي صدر يعني أعتقد اليوم من الوزارة من الجانب السعودي كان باللغة الإنجليزية، ويشدد على ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل والمنطقة. بالتالي يعني كل ما يشغل المملكة العربية السعودية هو الحفاظ على أمن إسرائيل. اليوم زيارة بلينكين في هذا التوقيت الحرج، في توقيت حرج بالنسبة لإسرائيل ولا أمريكا، هو الأمريكا اليوم محرجة في زاوية ضيقة بسبب الدعم الغير يعني منقطع للكيان الغاصب، سواء كان على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، دون أن تحقق العملية البرية لكيان الغاصب أهدافها في غزة. التظاهرات الكبيرة اليوم والذي تمثل انقلاب كبير جداً في الولايات المتحدة الأمريكية، لحد الآن 900 شخص أو طالب بين طالب وأستاذ معتقل من معظم الجامعات الأمريكية، التي بدأت تدرك وتتساءل على أن أمريكا التي تدعي الحرية والدفاع عن الديمقراطية وترفع نصب الحرية كشعار لها أمام دول العالم، اليوم تقوم بدعم الكيان الغاصب وأيضا تقمع طلابها وأساتذتها بهذا الشكل الوحشي والقمعي. بالتالي أمريكا اليوم محرجة فتحاول أن تبحث عن مخرج لما يحدث اليوم في غزة، ناهيك على أنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية العام هي انتخابات مهمة ومفصلية في ظل الانقسام أو الشد السياسي بين الحزبين الحاكمين في أمريكا. لذلك زيارة بلينكين هي تحاول أن تربط، فعلا كان قد يكون يعني العنوان العام للزيارة أو المؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي، لكن هذا المؤتمر في يعني ما بعد السطور هو من أجل دعم إسرائيل أمني وعسكريا واقتصاديا، يعني لو فعلا تعيش على المساعدات الأمريكية. بلينكين يحاول بشكل أو آخر ربط ما يحدث في غزة وحل المشكلة بين غزة وإسرائيل بالتطبيع، مشروع التطبيع وخصوصا التطبيع بين إسرائيل وبين السعودية كان على الأبواب ووصل إلى مراحل متقدمة جدا قبل 7 أكتوبر. عملية 7 أكتوبر من ضمن أهم إنجازاتها الكبيرة واستراتيجية أنها أوقفت عملية التطبيع بين إسرائيل وبين السعودية. وبالتالي اليوم عندما يعود بلينكين ويطرح هذا الموضوع وطرحه بشكل واضح أنه اليوم كتقدم اليوم فيما يخص التطبيع بين السعودية وبين إسرائيل، هذا يدل على أنه يحاول أن يجد مخرجا لأمريكا ولإسرائيل وأن تستمر عملية التطبيع، لأنه ما حدث في عملية يعني طوفان الأقصى وجبهة المقاومة وحتى الضربة الكبيرة والمباركة للجمهورية الإسلامية غيرت القواعد الاستراتيجية سواء كان على المستوى السياسي والأمني والعسكري في المنطقة. لذلك أمريكا تحاول أن تهدئ وتبرد الجبهات، لكن يبقى هدفها الأساسي والحفاظ على أمن الكيان الغاصب. أمريكا لا عتب عليها باعتبار أن اللوب الصهيوني هو من يقود الكيان الغاصب، لكن ماذا يعني نقول للدول العربية التي ترفع شعار الإسلام وترفع شعار لا إله إلا الله وهدفها الأساسي والحفاظ على أمن إسرائيل؟ هذا ما يتعلق القضية الفلسطينية. أيضا أتفق مع الضيف الكريم أنه بلينكين اليوم يحاول أن يدفع بالسعودية مرة أخرى وبعض الدول العربية التي هي تتضرر مما يحدث اليوم ضد إسرائيل، باعتبار إسرائيل هي أيضا داعمة لها ولحكوماتها، تحاول بشكل أو آخر إعادة أو تصدير السعودية للواجهة للإصطدام مع اليمن. أنا أعتقد وإن كانت السعودية هي ذاهبة مع المحور الأمريكي والإسرائيلي وذاهبة بمشروع التطبيع بشكل يعني تدريجي، لكنها أن تخدع مرة أخرى وأن تذهب مع اليمن، أنا أتفق مع الضيف أنه إمكانيات وقدرات اليمن اليوم اختلفت تماما. لذلك السعودية من سوء حظها أن دخلت في مواجهة عسكرية أو غيرها مع اليمن، معظم يعني مصالحها النفطية وخصوصا أرامكو. قد يكون الضيف تفضل بأهداف مهمة، لكن النفط هو العصب الأساسي للاقتصاد السعودي، وانضربة أرامكو كان ضربة واحدة من قبل المقاومة في أرامكو كلفت ما يقارب مليون دولار من أجل تصليحها ولعدة أشهر. لذلك يعني السعودية سوف تكون في مأزق كبير جدا إن ذهبت بشكل مطلق، هي قد تذهب مع التطبيع، لكن أن تذهب في مواجهة مع اليمن أنا أعتقد يعني سوف يكون بعيد جدا، لأن حساباتها سوف تكون خاسرة. قد تحاول أو تناور أو تستخدم الخداع وبعض الأمور السياسية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية أو السياسية في داخل اليمن، قد يكون هذا بابا لدخولها بشكل أو آخر. جيد أستاذ هيثم، إذا أتحدث عن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، يعني أنصار الله ورغم يعني التجهيزات والقدرات اللوجستية والعسكرية المحدودة ربما نستطيع أن نقول، لكنهم استطاعوا أن يؤثروا تأثير كبير ويغيروا حتى المعادلة في الشرق الأوسط بمواقفهم البطولية. ألا يخجل زعماء بعض الدول العربية من مواقفهم المخزية عندما يشاهدون أن أنصار الله وبهذه الإمكانيات البسيطة كيف أثروا
على تغيير المعادلة بشكل كبير. أخي العزيز، في الحقيقة اليوم لا نستغرب هذا الموقف من الدول العربية المضبعة أو التي تعمل لصالح الكيان حتى من تحت الطاولة. اليوم هذه الدول هي تعرف بأن نهاية الكيان الغاصب من نهاية حكامها أو رؤسائها. هذه الدول اليوم عندما بدأت العمليات اليمنية كانت رسالة نهاية الثورة اليمنية بأنهم فقط تفرجوا وأنا سوف يعني ونحن سوف نتواجه مع الأمريكي والإسرائيلي، ولكن أنتم فقط تفرجوا. رأينا اليوم مواقف الدول العربية حتى عندما بدأت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق صواريخ إلى أم الرشراش. لا ننسى أن الدفاعات الجوية السعودية والأردنية وكذلك المصرية قامت بالدفاع وإنزال هذه الصواريخ قبل أن تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم هذه الدول هي تستميت من يعني مثل ما الكيان الغاصب يستميت، لأنها تعرف أنها اليوم ليس لديها إلا مواقف مخزية من قبل ما يحصل من جرائم تحكى أبناء الشعب الفلسطيني. لا ننسى أن اليوم السعودية لم توقف قدر ما يسمى ب موسم الترفيه واستجلاب الفنانات والرقصات من الدول الغربية وعمل الحفلات الغنائية بيننا إخواننا وأطفالنا ونساؤنا تقتل في داخل غزة. اليوم هذه الأنظمة لم تعد تستقيم، وإنما اليوم هي من سارعت لفتح حتى الطرق البرية. لا ننسى أنها فتحت الطرق البرية لمساعدة وصول الغذاء إلى داخل الكيان الغاصب، والكيان الغاصب هو من أثار هذه النقطة لكي يعرفوا اليوم بأن هناك دول لا زالت تقف إلى جنب الكيان الغاصب، وهي من الدول العربية للأسف. أنا لا أعتقد بأن اليوم من سيستطيع المسلمون أن يسكتوا عما يحصل إذا قامت المملكة العربية السعودية بالتطوير مع الكيان الغاصب. هذا أمر خطير علينا نحن كمسلمون اليوم، أنه من لم يستطيع أن يحمي المسجد الأقصى ولا المسجد الأقصى، كيف سيستطيع أن يحمي المسجد النبوي والمدينة المنورة؟ جيد. من اليمن الصحفي والناشط السياسي الأستاذ هيثم المتوكل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا لك. وأيضا عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ مؤيد العلي، أشكرك جزيل الشكر. حياكم الله، شكرا لك. شكرا لجنابك. إذن مشاهدينا، ختام حصاد اليوم بموجز يلخص أبرز أخبار المحلية لهذا اليوم. السودان يؤكد أهمية إجراء انتخابات برلمان إقليمي كردستان في ظل توافق سياسي. وزير النقل يعلن افتتاح 48 خطا جماعيا في 6 محافظات ويؤكد أن الحافلات الحمراء ستصل لجميع المدن. الإعمار تعلن مباشرة شركاتها بتأهيل منطقتي حي القاهرة والشعب بتوجيه السوداني لإنجاز مشاريع مهمة. الداخلية تعلن ضبط أملاك ودور تابعة للمواطنين مغتصبة في منطقة البتاوين وتوجه دعوة لكل من اغتصبت أملاكه. الأنواء الجوية تؤكد أن الحالة المطرية ستستمر لمدة 3 أيام بحسب المعطيات وتحذر من سقوط حالوب وحصول سيول. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.